الحباب السلام عليكم، كي دايرين؟ صحيحه ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا لاباس، تكون اموركم كلها مزيانه يا رب الكريم. في هذا الفيديو هنجاوب على شحال من حاجه وهنهضر على شحال من حاجه اللي تتخص العيالات والاخوان. يعني الفيديو هيكون الرجال ويكون النساء. بالنسبه للعيالات اللي جايين من المغرب فوالا ولا من الدول العربيه وباغيين يستقروا في فرنسا، بالنسبه للجزائريات تونسيات مصريات، المهم كل المغرب العربي والعرب باغيين يجوا من بلادهم يسكنوا هنا في فرنسا. وقبل ما تجي ومن تجي اش خاصك دير؟ مسائل بسيطه ولكن مهمه سورتو بالنسبه للعيالات، يعني اللي جايين على قبل التجمع العائلي ولا جايين على قبل عوق العمل، يعني باش يخدموا دي كونطرا دو ترافاي، بالنسبه لشي حوايج بساط ويقدوا بالنسبه لكم نتوما ما تيبانوش، ولكن حنايا اللي ساكنين هنايا في فرنسا هنشارك معاكي بزاف الحوايج انا عارفاها هتفاديها قبل ما تجي وهديريها في بالكي حبيبتي قبل ما تجي. ومن تجي خاصك تكوني عارفه شحال من حاجه، يعني هذاك الانتقال من هذيك الدوله اللي كنتي ساكنه فيها باش تجي فرنسا ما يمكنش تنطلق لي وانت ما عارفاش شي حوايج مهمين خاصك تعرفيها، هنهضر عليها في هذا الفيديو ونتمنى يكون فيديو مفيد وفيه الاستفاده. حبيبتي العزيزه، من تتكوني باغا تجي فرنسا وعارفه راسك هتسكني وهتستقري في دوله اوروبيه، انا نهضر على دوله اوروبيه ولا فرنسا، المهم اي دوله، الامريكان ولا بلجيكا ولا اي حاجه، من تتكوني باغا تجي هنايا فرنسا كاينين شي مسائل ضروري تعرفيهم حبيبتي. بالنسبه من تكوني جايه، اول حاجه بالنسبه للدول اللي كاينين شي دول تيعترفوا بالبيرمي المغربي، خاصك تكوني جايه وجايبه معاك البيرمي، لان البيرمي هنايا في الدول الاوروبيه غالي، ومن غير غالي صعيب، يعني ما كنتش عندك هذيك سميتو لا كاباسيتي تاع اللغه تتكوني متمكنه من اللغه الفرنسيه او اللغه اللي هتسكني فيها في البلاد، راه ما تشديش ساهل، راه البيرمي صعيبه حبيبتي. واللي ما اللي جيتي وما جبتيش معاك البيرمي راه ما عندكيش الحق من بعد ما تمشي للمغرب تجيبيه ويقبلوا ليكي. لا، البيرمي خاصك ضروري تجيبيه معاكي احبيبتي من تكوني جايه تسكني في فرنسا، او تجيبيه. او اون فوا، سمعي مزيان احبيبتي، اون فوا تخرج ليكي لا كارت سيجور تاع عام خاصك تبدليه، خاصك تغيريه تتصيفطيه، راه ساهل اللي بغيتي تصيفطيه ليهم في جوا، هي هذيك تصيفطي البيرمي تاعك المغربي وتدير فيه فوتوكوبي تاع البطاقه لا ريزيدونس اقامه وتصيفيه وتبدلوه ليكي. المهم ما خاصوش يدور عليه العام، خاصك تبدليه، ضروري تبدليها حبيبتي. العيالات حباباتي، هذا الفيديو من تكونوا عارفين راسكم جايين هنايا فرنسا، سورتو العيال تاع فرنسا لانني انا ساكنه في فرنسا. حبيبتي من تكوني عارفه راسك جايه فرنسا دخلت عليكي بالله، جي ومجد راسك من جهه اللغه، تتعرفي راسك مول الدار ديالك التجمع العائلي على راسي وعينيه، عتمي جايه تعلمي حبيبتي شويه اللغه، ما يمكنش تمي جاي وانت ما تتعرفي حتى شي حاجه، واخا غير شي شويه عاشي شويه، راه لا يعقل اننا في 2020 وتتمي جايه وانت ما عارفه لا ا لا من ا لا من بي لا من سي لا من دي لا حتى شي حاجه، لان مول الدار حبيبتي راه يخرج يخدم، يعني انت ضروري تمشي للسوبر مارشي تقديها بوحدك، راه غير بغيتي تسولي غير على شي حاجه ولا بغيتي تقراي غير واش هذاك اللحم اللي هتاخديه حلال ولا حرام، راه خاصك تكوني تتعرفي شي شويه تقراي، اللي بغيتي غير تشوفي ديك الحلوه واش فيها الجيلاتين ولا ما فيهاش الجيلاتين، راه خاصك تكوني تعرفي شي شويه الفرنسيه حبيبتي. عارفه راسك جايه
لفرنسا قراي، لان التجمع العائلي يقد يشد 6 شهور تخرج يخرجوا لك الوريقات، يخد واحد العام، يقد واحد العامين، كل واحد وسميتو الوضعيه تاعو، وكل واحد والطريقه تاع الملف تاعو. المهم في الاخر انت جايه جايه، ولكن من تبغي تكوني جايه حبيبتي وجدي راسك مساله اللغه. تنتمنى تكوني وصلت لك المعلومه، ضروري تكوني تعذري شي شويه وتقراي شي شويه تاع اللغه. حنا ما قلناش لك يكون عندك النيفو 5 ولا النيفو شي حاجه، ولكن شي شويه سورتو ان دابا بالنسبه للاقامه راه تيطلبوا واحد النيفو الاقامه تاع 10 تدوزي تي سي اف. وبالنسبه للجنسيه الفرنسيه زمان ما كانوا تيطلبوا حتى شي حاجه بالنسبه للغه، ودابا اللهم دوزتي تي سي اف كان عندك النيفو شي شويه وتتكوني تعرفي تهضري وتتجاوبي وداك الشيء، والله ما تشدي الجنسيه. الوقت تبدل يا حبيبتي الوقت تبدل، ضروري تكوني تعرفي شي شويه تاع الفرنسيه الكتبه وشي شويه تاع الهضره، ضروري حبيبتي بشويه بشويه بنادم تيتعلم. مساله اخرى احباباتي بالنسبه للعيالات اللي تتمو جايين، هذيك انا ما نهضرش على الاخوان في هذه النقطه، لان الاغلبيه تاع الاخوان تكونوا جايين عارفه راسهم هيخدموا وهذاك الشيء. العيالات ما تكوني جايه لفرنسا عارفه راسك جايه، تعلمي حرفه عندك هذيك القيطه تاع المغرب، سميتو مولداتيس توجد لك في الوريقات، عارفه راسك جايه على طريق الزواج، تعلمي حرفة تنفعك، لا كوافور ولا ليستيتيك ولا سي ابي ولا الحلويات ولا الطبخ ولا تربية الأطفال، ولا تمشي تقراي شي حاجة بالنسبة للتطبيب، يعني شي حاجة بسيطة تنفعك. ما تتميش جاية وانتي ما عندك حتى خبرة في حتى شي حاجة، وما تدوخي ما تتبغي تقلبي على خدمة، تدوخي ما تتعرفي اش ديري. يعني من تكوني انتي عارفة راسك بأنك جاية لفرنسا، تتفهمي بانك اللي كنتي باغا تخدمي، اللي كان مول الدار غيخليكي تخدمي، ضروري خاصك تعاوني راسك، ماشي تمي جايه متجنايه تدوخي وخاصك واحد العامين ولا 3 سنين تاع التاقلم تاع لادابتاسيون شحال من حاجه. ولكن تكوني موجده راسك على اساس انك تجي وتتقاري شي شويه تاع الفرنسي، وعارفه راسك كنت قدي تخدمي بالنسبه للميولات تاعك، بالنسبه للقدره تاعك اش تقدي ديري. كل واحد واش تعجبو يدير، كاينين اللي تعجبهم يخدموا على الوليدات الصغار، كاينين اللي تعجبهم يخدموا في الطبخ، كاينين اللي تعجبهم يديروا الحلويات، كل واحد واش تعجبو يدير، فهمتيني؟ يعني تتكوني عارفه راسك اش تقدي ديري واش النيفو تاعك اش يقدر دير. لان راه واخا تتمي جايه، يعني تتمي جايه ما عارفه حتى شي حاجه، تتبداي من زيرو، خاصك تمشي تقراي الفرنسي، تديري اون غوميز انيفو واحد العام ولا عامين ولا 3 سنين تاع غوميز انيفو، ويا ترى بحال طلع شي شويه النيفو تاع الفرنسيه. هادو بالنسبه للعيالات اللي باغيين يخدموا، وكاع اللي ما بغيتيش تخدمي ضروره حبيبتي تكوني تعرفي شي شويه. ها انت كملتي لي غوميز انيفو بغيتي تخدمي، خاصك تشوفي راسك كيفاش تخدمي، غتمشي ديري ديكوفير دو ميتي، ديكوفير دو ميتي، تشوفي واش تقدري ديري هذه، واش ديري لا ميزون غيون. لا ميزون غيون هي واش تحطي الحوايج في السوبر مارشي، تستفي لي باكي، المهم على حسب انتي واش باغا ديري، واش فهمتيني. يعني من الاحسن تنقولها لك وحق الله من قلبي زماكي، تنقول لك قبل ما تجي عرفي راسي اش باغا ديري، تعلمي حرفه قبل ما تجي، جلسي مع راسك ودوريها في راسك وقولي اش نقد ندير قبل ما نمشي لهذيك البلاد. البلاد زينه، البلاد اللي كنتي باغاها غتعطيكي، الوقت ما بقاش كيما بقات كيما قبل، ولكن تتعيشي حياه كريمه. يعني نقد نقول لك بالنسبه لواحد الطبقه تعيشي احسن من الناس تاع المغرب، راك عارفه الطبقه الوسطى تاع المغرب، اما الناس اللي لاباس عليهم في المغرب راه عايشين في المغرب سميتو ملوك، يعني ما عندهم حتى مشكل، فهمتيني. انت عارفه راسك حبيبتي باغا تجي، باغا تعيشي هنايا، باغا ديري شحال من حاجه، يعني من الاحسن توجدي راسك. بزاف الحوايج تيتقالوا في هذه القضيه تاع التوجيهات على اساس انك تجي، بزاف المسائل، راه ماشي حبيبتي تعرفي راسك جايه لفرنسا ولا جايه لشي دوله اوروبيه تفكري ليا غير في الاقامه. الاقامه
وصابو البلدي والكيس والزيتون، هذاك الشيء جيبيه معاكي. ولكن لا، جيبي معاكي واحد الباجاج، جيبي معاكي واحد القدره على انك تاقلمي، جيبي معاكي اللغه، جيبي معاكي شي حوايج اللي ينفعوكي. سمعتيني حبيبتي؟ ومن تجي هنايا فرنسا ما تبقاش حاضي التلفازه تاع المغربيه او دوزيام، تفرجي في الاذاعات الفرنسيه باش تتاقلمي وتندمجي مع الحياه الفرنسيه، باش تجيك القضيه سهله، باش تجيك الغربه سهله. خاصك تتاقلمي، تجمعي مع الناس، تخرخي علاقات، ديري شحال من حاجه. اما اللي بقيتي جايه حبيبتي وعندك هذيك الفكره على اساس انك اي حاجه، شوفي اعقلها وتوكل، اعقلها وتوكل. اي حاجه بغينا نديروها تنخمو فيها، اي حاجه بغينا نصايبوها في حياتنا تنخمو فيها. يعني ما هتميش جايه بحال هكذا، يعني خاصك تعرفي راسك اش باغا ديري، خاصك تعرفي راسك اش يعجبك ديري. تنتمنى ان حبيبتي نكون وصلتك، نوصل لك المعلومه، لان بالنسبه ليا هذا من نوع، هذا الفيديو كان عليا نبدا فيه، ولكن ما بديتش فيه بالمعلومات تاع فرنسا. راه عندي فيديوهات بزاف تاع فرنسا، عندي فيديو تاع الجنسيه، عندي فيديو تاع المساعدات، عندي شحال من حاجه. حباباتي غنحبس الفيديو هنا. المهم اللي قلتو معلومات على فرنسا وشحال من حاجه، راه عندي في القناه بلاي ليست، ادخلي البلاي ليست في القناه، عندي فيديوهات تاع معلومات فرنسا فيهم شحال من حاجه، المعلومات على فرنسا، لاكاف ومساعدات والجنسيه باغ ديكري، الجنسيه باغ مارياج. المهم كاين بزاف الحوايج. بيان سور القناه تاعي راه فيها، ما فيهاش غير معلومات تاع فرنسا، فيها الحنه، تنصبغ بالحنه الطبيعيه، تنهتم بمنتوجات طبيعيه، فيها روتينات، روتينات فيهم الرياضه تاع الرياضه، ماشي هذوك الروتينات، روتينات روتينات فيهم ايجابيه. المهم وعندي واحد البلاصه في 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 البلاي ليست فيها صحه ومعلومات، صحه ومعلومات مشاركه معاكم بزاف الحويجات على الصحه هنايا بالنسبه لفرنسا، بالنسبه للوليدات وداك الشيء. المهم حبيبتي تنتمنى ان هذا الفيديو يكون نفعكي. اللي بغى يجي مرحبا به، ارض الله كبيره وواسعه، غير الواحد يفكر ويجي ويقد مسائله، الله يسهل على الجميع، الله يفرح الجميع. ومرحبا بكم عندي في انستغرام لاي تساؤل اي اقتراح، الله يسهل عليكم. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي. جو فوز امبراس تري 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 فور، وتهلاو ليا فراسكم.